أهلا بيكم معانا مرة تانية في ميدلر، معاكم الدكتور طارق عبد الحميد. ودلوقتي هنتكلم عن موضوع التوزس اللي هو دروبينج ايه في الايليد، ونشوف الانيشال ايفالويشن بتاعه واهم نقط كديفرنشال دايجنوز، ممكن ايه اللي يساعدنا ايه نوصل للتشخيص. عندي من الحاجات المهمة ان احنا نبص على الاي اكزامينيشن، هل في ابنورماليتيز اون اي اكزامينيشن ولا لا؟ لان كتير قوي من الانفلاميشنز والانفكشنز في الاي بتعمل حاجه اسمها سودوتوزس، اللي هو الليد يبقى انفلامد فنازل، او زي الصوره ايه اللي تحت ديت الليد انفلامد فنازل من نتيجه الانفلاميشن، مغطي شويه على الكورنيا كده فشكله عامل توز، لكن هو ما هياش حاله توزس، دي اسمها سودوتوزس نتيجه انفلاميشن في الليد. وده بيحصل لما يبقى مثلا في inflammatory process في الايليد، الكورنيا واذر اوكيولار ستراكشرز، البيري اوربيتال ايديما، كونجنكتيفايتس، تراكوما، وميني اذر كونديشنز فيها انفكشنز ايه في المنطقه دي. وبرده في صوره ثانيه حلوه جدا اهوت، في هنا اهوت ايه انفكشن واضح هنا اهوت وانفلاميشن في الايليد ونازل على الكورنيا مغطيها فشكله توزس، لكن هي ايه سودو ايه توزس. فمن البدايه لازم ابص على العين واكزامن كويس واشوف هل في اي انفلاميشن، هل في انفكشن، هل في حاجه عامله سودو توزس، ولا ده ريال ترو توزس دروبينج في الايليد. طيب لو كان هو بقى ايه دخلنا على ترو توزس اللي هو ايه في الايليد في فعلا دروبينج، مهم قوي نسأل هل دي الحالة دي بتجيله intermittent ولا حاجة ايه مستمرة على طول. يعني intermittent ptosis بيجي ويروح، ده typical بتاع المايثينيا جريفيس مع الاكزهوشن بتاع العضلة، زي دايما مع الاكزهوشن تبدأ تبان اعراض المايثينيا جريفيس، فالايليد لما ترهق قوي يحصل ايه توزس نتيجة الارهاق الشديد ده. ولكن هو لو نام وريح حصل accumulation الاستايل كولين تاني وقادر يشتغل بكفاءة تلاقي الكونديشن اتحسنت. فالانترميتنت توزس ده يخلينا نفكر في حاجة من اللي هي ايه انترميت كده زي المايثينيا جريفز اللي فيها انتي كولينيرجيك ريسبتور انتي بوديز بتكمبيت ايه مع الاسيتايل كولين، فكل ما يقل الاسيتايل كولين نتيجة اكزهوشن للعضلة هي تسيطر اكتر وما يعرفش يشتغل ويحصل ايه المسل ويكنس. لو تجمع استايل كولين كتير نتيجة العضلة ريلاكسد شوية يبدأ ايه يقدر يكمبيت والعضلة تشتغل. برضو اوفثالموبليجيك ميجرين، هي فكرة الميجرين سيفير فازو سبريس فازو كونستريكشن ممكن يأثر على الكرينيال نيرفز اللي بتسبلاي الليفيتور بارابيبلي سوبريوريس ماسل اللي بترفع الاي ليد، وبالتالي ممكن يحصل ترانزيانت ايه وقت السيفير اتاك من الفازو كونستريكشن، واخوه هيبقى او اخته الترانزيانت اسكيميك اتاكس، نفس الفكره اسكيميا في المناطق الكرينيال نيرفز اللي بتسبلاي الليفيتور باربيبري سوبريوريس ماسل اللي بترفع الاي ليد. ففي الحالات دي سواء مايثينيا جريفز معروف انترميتنت ويكنس بيحصل بيجي توزس كتير، اوفثالموبليجيك ميجرين اللي هو من السيفير فازو سبازم للكرينيال نيرفز السبلاي الماسلز بتاع الاليفيشن بتاع الليد، وترانزنت اسكيميك اتاكس نفس الكونسبت بس من خلال ايه اسكيميك اثروسكليروزس عامل ايه سيفير اسكيميا وترانزنت اسكيميك اتاكس. فدي يوم ما نلاقي انترميتنتوزس ما هوش حاجه مستمره لازم افكر في ايه المايثينيا جريفز اوف ثالموبليجيك ميجرين وترانزيانت تي اي ايز اللي هي ترانزيانت اسكيميك اتاكس. طبعا لو توزس مستمره على طول ممكن يبقى ايه ثيرد نيرف بولسي، يعني حصل فيه دامج وخلصنا. البارشال توزس هنا هوت من الحاجات اللي مهمه نضعها في اعتبارنا، لو في بارشال توزس اونلي ده يخليني افكر في ايه في الهورنر سيندروم، يكون مش كومبليت توز اللي هي توزس مايوزس انهيدروزس وانوفثالموس اللي هي السيمباثيتك تشين مضروبه، فدي ممكن ايه يحصل معاها توزس ونتيجه لان الاليفيشن بتاع الليد في جزء منه
الليفيتور بابيبلي سوبيريور ماسلز، وفي المولر ماسل اوف ذا ليد دي بتاخد سمباثيتك سبلاي بتمنتين الاليفيشن بتاع الليد لان دي شغاله على طول، فربنا خليها نوع اخر واخده سمباثيتك سبلاي اوتونوميك يقدر يشتغل كونتينيوسلي. فالمولر ماسل اوف ذا ليد لما تتاخد ستيل الليفيتور بابيبلي سوبيريور قادره ترفع بس مش قادره تمنتين قوي، فيحصل البارشال توسيس دهوت مع حالات الهورنر سيندروم اي حاجه ضربه سيمباثيتك تشين. الاسباب اخرى للبارشال توزس ممكن تبقى الكونديشن زي مايوتونيك ديستروفي، في المايوتونيك في النيورولوجي بيبقى معاها توزس، مايثينيا جريفز في المراحل اللي هي مش سيفير قوي، برضه بروجريسيف ماسكولار ديستروفي لو واخده الماسلز دي ممكن تاثر في المراحل الاولى تبقى بارشال. كل دي ممكن تبريزنت بايه بارشال توزس، يعني عيان اللي جاي له بارشال توزس دي ممكن تبقى من هورنر سيندروم وحاجه ضربه سيمباثيتك تشين لمايوتونيك ديستروفي، مايثينيا جريفز في مراحلها الاولى، بروجريسيف ماسكولار ديستروفي برضو في المراحل الاولى تاثر على الماسلز بتاع العين وتعمل ايه بارشال توزس. هل في دايليتد بيوبل معاها؟ ها دي طبعا لازم نضعها في الاعتبار، ان دايليتد بيوبل مع التوزس دي بتفكرني دايما بحاجه ضربه الثيرد نيرف، يعني ادي الاوكيولوموتور نيرف اهو حاجه ضربه، ممكن اللي يبقى في حاجه ضربه الثيرد نيرف دي تكون تيومر ضربه، ممكن يكون ديابيتس ميليتس مأثر على الثيرد نيرف ممكن يعمل توزس، وممكن هنا رابتشر انيوريزم، ادي الانيوريز سريبرال ارتري انيوريزم رابتشر منطقتها كاناتومي في المنطقه دهيت، اهي النيرف اهو وادي الانيوريزم ادي الانيوريزم وادي النيرف اهو اللي هو بحط فيه نقط ده، فممكن رابتشر انيوريزم ممكن ياثر على الثيرد نيرف فانكشن ويعمل توزس ومعاها دايليتد بيوبل. يبقى وجود دايليتد بيوبل مع التوزس يخليني افكر في possibility of rupture cerebral aneurysm، تلاقي دايليت او اي complete damage للثيرد نيرف ممكن برضو يعمل الدايليتد بيوبل مع complete ptosis. هل في other cranial nerve affected في الموضوع ده؟ برضو مهم، يعني مثلا هل هو الثيرد نيرف بس اللي متاخد ولا او في ptosis بس ولا في associated cranial nerve affection؟ في الحالة دي لما يبقى other cranial nerve polyps involved يبقى الموضوع مش واقف بس، يبقى احتمال حاجة ضربة في في التيشوز او مشكلة pathology في التيشوز دي كلها او واحدة منهم، يعني زي مثلا cavernous venous sinus thrombosis شوفوا لها cerebral aneurysm ضغط على كذا واحد، tuberculous meningitis التوبركلوز مأثرة على المينينجيز وطلعت الكرينيال نيرفز منها مأثره على كذا واحد، سيفيليتك مننجايتس نفس الفكره مننجيال افكشن في منطقه الكرينيال نيرفز مأثر على كذا واحد، ويرنكس انكيفالوباثي اللي هو الثيامين ديفيشنسي مع اللي بيحصل بالذات مع الالكوليكس ده هيأثر على كذا كرينيال نيرف فانكشن مش واحده بس، فممكن تلاقي توزس ومعاها مالتيبل كرينيال نيرف افكشن، ديفتيريا بتاثر على ديفرنت كرينيال نيرفز، والسب ديورال هيماتوما ضغطه وفعصه من ده ممكن تاثر على كذا كرينيال نيرف. فيوم ما الاقي انا اسوشيتد اذر كرينيال نيرفز انفولفد يبقى انا او مالتيبل كرينيال نيرفز منهم الثيرد نيرف وعامل توزس وكده، ده انا افكر في حاجه تضرب اكتر من كرينيال نيرف زي الكافيرنس فينا ساينس ثرومبوزس سريبرا انيوريزم توبركلس وسيفيليتك مننجايتس ويرنكس انكيفالوباثي الدفتيريا بتاخد الكرينيال نيرفز والسب ديورال هيماتوما ضغطه، كل دي مش هتاخد لي واحد لوحده، ممكن تاخد مجموعه كرينيال نيرفز مع بعضها. برضو من الحاجات المهمة نشوف هل في الريفلكسز أخبارها ما أنت هنا بنتكلم في نيورولوجي، لما نتكلم في توزس لازم نعمل نيورولوجيكال إكزام ونشوف. فأنا يوم ما ألاقي هايبر أكتف ريفلكسز يبقى في حاجة ضربة كرينيال نيرف كرينيال نيرف بالذات الثيرد نيرف ومعاه طبعا ومعاه بيراميدال تراكت كمان مضروب هنا، يعني عشان الاقي هايبر اكتف ريفلكسز، فده بتخليني افكر في وجود هايبر اكتف ريفلكس حاجه ضربه الاثنين دول. اللي ممكن يعمل كده السيرينجو مايليا
ها فوق في البرين ستيم تضرب سيستك دايلاتيشن في الفلويد جوه السباينال فلويد حواليه، وتضغط على التيشوس تعمل كرينيال نيرف افكشن، وتضرب البيراميدال تراكت ممكن تعمل ايه هايبر ويكنس وهايبر توني هايبر ريفلكسيا تحت الليفل ده. البرين ستيم تيومرز نفس الفكره، ضارب الكرينيال نيرف وفي نفس الوقت قاطع البيراميدال سبلاي اللي نازل لتحت، فانت على الليفل ده ضارب لي الكرينيال نيرف والبيراميدال فايبرز النازله تحت اتضربت، فبقى في ابر موتور نيرون ليجن تحت عامل ايه هايبر ريفلكسيا جامده. فيرتيبلو بازيلر اوكلوجن اور انسفيشنسي برضه، ده الفيرتيبلو بازيلر سيستم مدي منطقه البرين ستيم والكرينيال نيرف، اتضربت الكرينيال نيرفز وفي نفس الوقت اتضربنا الايه البيراميدال تراكت سبلاي اللي نازل ايه لتحت، فكل اللي تحت كده يحصل هايبرتونيا هايبر ريفلكسس مع الكرينيال نيرف ايه افكشن اللي اتضرب دي. مالتيبل سكليروزس ده ما بيرحمش، ده بياخد ايه ممكن الموتور سيستم على كذا ليه، ممكن يضرب الكرينيال نيرف ومعاه بيراميدال ايه تراكت. وانكيفالايتس انفلاميشن ايه في منطقه الايه البرين ستيم، ها انكيفالايتس تبوظ الايه كرينيال نيرفز نفسها وتبوظ الايه البيراميدال فايبرز اللي ايه نازله تحت، فيحصل كرينيال نيرف بولسي هنا وثيرد نيرف يحصل دايلاتيشن في البيوبل وتوزس، وبيراميدال مضروب يحصل ايه هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا تحت. يبقى انا عندي وجود هايبر اكتف ريفلكسز، ده بيسجست ان البيراميدال تراكت مضروب مع الكرينيال نيرف، الكرينيال نيرفز عامله توزس اللي هو الثيرد نيرف مثلا، ها مضروب عامل توزس، ولكن البيراميدال ايه اللي ياخد الاثنين سوا؟ حاجه زي سيرينجوميليا اللي هي السيستيك ديجنريتيف دايلاتيشن دي، برين ستيم تيومر ضاغط على الكرينيال نيرف، ادي البرين ستيم هنا اهوت اهو، والكرينيال نيرف اهو مثلا مدي سبلاي كده اهو، في نفس الوقت البيراميدال تراكت نازل كده، فاي ليشن في المنطقه دي بقى بسبب ايه؟ سيرينجوميليا من جوه، او تيومر ضغط عليه، او فيرتيبلو بازلر انسفيشنسي، او مالتيبل سكليروزس، او انكفالايتس هنا يضرب الكرينيال نيرف نيوكليس، ها فيعمل كرينيال نيرف بولسي وتوزس، زائد البيراميدال اللي نازل تحت يعمل ايه؟ هايبر ايه تونيا. طب يا ترى لو لقيت الريفلكسز هايبو اكتف، هايبو اكتف يبقى انا مشكلتي عندي ايه؟ في حاجه ضربه كرينيال نيرف فوق او عامله او مأثره على الكرينيال نيرف، وفي نفس الوقت مأثره على اللور موتور نيرون سيستم بتاع البودي. ايه اللي يعمل الكومباينيشن دي؟ حاجه الموتور نيرون سيستم بيبقى فيه ايه؟ ادي الانتيرير هورن سيل وفي النيرف وفي الماسلز وفي ريفلكس هنا بيتم، ولو تفتكروا السباينال ايه كورد هنا اهوت بيبقى فيه جزئين الايه البوستيرير كولم هنا اهوت بتاع الايه، وفي السباينو سلاميك تراكت هنا والبيراميدال تراكت هنا اهوت. فلو اي حاجه ضربه اللور موتور نيرون سيستم او البوستيرير اللي هو والبوستيرير كولم ممكن ايه تعمل لي ايه هايبو اكتف ايه ريفلكسز، لان معتمده ايه على السيستم ده. فعلى سبيل المثال المايوتونيك ديستروفي دي بتضرب المسلز، فيحصل ده دور موتور نيرون ضرب المسلز فحاصل، وهي معاها توزس لو تفتكروا. التيبس دورسالس بيضرب البوستيرير كولم بتاع السيفلس بيضرب البوستيرير كولم، فمانع الريفلكس عامل هايبو ايه ريفلكسيا، هايبو اكتف ريفلكسيا او هايبو ريفلكسيا، في نفس الوقت بيأثر السيفلس على المننجيز ويعمل كرينيال نيرف افكشن فوق، وممكن يعمل لي ايه توزس نتيجه الثيرد نيرف اتضرب مع ضرب البوستيرير كولم عامل هايبو ريفلكسز. بروجريسيف ماسكولار ديستروفي برضه مأثرة على المسلز، يبقى لور ايه موتور ايه نيورون ايه ليجن طالما مأثر ايه على المسلز، وممكن هي برضه مأثرة على المسلز بتاع الليد هنا اهوت تعمل ايه توزس. يبقى حاجة ضربة المسلز زي مايوتونيك ديستروفي وماسكولار ديستروفي بروجريسيف ماسكولار ديستروفي، ها ده يبقى معاها هايبوتونيا مأثرة على عضلة العين والعضلات التانية، فهتلاقي هايبوتونيا، او تيبس دورسالس مأثر على البوستيريور كولم فحصل هايبوتونيا، وكاسيفيلس مأثر على الكرينيال نيرف من خلال السيفيليتيك مننجايتس اللي بتحصل مأثر عليها وعلى الكرينيال نيرف نفسها وهي داخله فيها، فممكن يعمل ايه كرينيال نيرف افكشن وتوزس مع الايه الهايبوتونيا الموجوده نتيجه انه ضرب البوستيريور كولم. فيبقى انا عندي يوم ما الاقي هايبوتونيا هايبو ريفلكسز افكر في احتمالات حاجه في المسل او في الايه البوستيريور كولم زي ما ايه ما شفنا.
وطبعا من الحاجات الايه المهمه قوي ان هو لازم برضو الواحد ما ينساهاش في حاله التوزس، ان يكون لما يبقى في كرينيال نيرف بولسي عامله توزس ودايليتد بيوبل، ودي من اشهر الاسباب، نفكر في ان في ماس ضغط عليها انيوريزم او تيومر او ديابيتس ميليتس مأثر على الثيرد كرينيال نيرف، ودي فيري كومون كونديشن برضو بتتشاف في الميديسن، مهمه جدا لازم تبقى في بالنا برضو. فيبقى انا عندي لما تيجي حاله توزس لازم بنفكر نشوف يا ترى هل في ابنورماليتيز في العين، انفكشن او انفلاميشن، عشان يا ترى دي سودوتوزس ولا ترو توزس. لو ترو لو دي انترميتنت نفكر بايثينيا جريفيس وميجرين الجامد قوي والتي اي ايز. لو بارشال بنفكر في الهورنر سيندروم اللي السيمباثيتك تشين مضروبه. لو في دايليتد بيوبل يبقى بنتكلم في الثيرد نيرف، احتمالات كتيره الثيرد نيرف، تيومر ضاغط، سيريبرال انيوريزم ضربت، او ممكن كمان الديابيتس ميليتس ممكن يعمل ثيرد نيرف دامج. لو في اذر كرينيال نيرف افكتد، فهل دي يا ترى نتيجه ليجن باثولوجي في المنطقه دي زي ما شفنا كمجموعه اسباب كثيره ممكن تعمل ليجن في المنطقه دي وتلاقي دي مور ذان وان كرينيال نيرف افكتد بالاضافه للثيرد نيرف. هايبر اكتيف ريفلكسز تخليني افكر في حاجه في البرين ستيم، ضربه الكرينيال نيرف نيوكليوس وضربه البيراميدال سبلاي اللي تحتها، او عندي هايبو اكتيف ريفلكسز افكر حاجه ضربه الماسل زي مايوتينيك ديستروفي او انواع الماسكولار ديستروفي المختلفه والتيبس دورسالس. وبكده يبقى خدنا فكره عن موضوع التوزس، ولكن يعني ارجو دايما نفكر لما يبقى في حاله توزس ما ننساش ابدا بردك بالاضافه الثيرد نيرف بولسي، ان ممكن يبقى له اسباب مختلفه بتانكلود حتى الديابيتس ميليتس، بتانكلود تيوبرز، بتانكلود انيوريزم. يعني هو يوم ما اقول ثيرد نيرف بولسي دي مش معناها التشخيص النهائي، ده دي بدايه بس السكه بعد كده يا ترى ايه سببه ان هو مش شغال، هل في تيومر ضاغط، هل في انيوريزم، هل ديابيتس ميليتس مأثر عليه، كل دي على النيرف نتيجه نيوروباثي حصلة مع الديابيتس، فكل دي لازم توضع في اعتباراتنا. وشكرا جزيلا، والى اللقاء مع موضوع اخر.